والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. وقفنا على بيان الوجوه الشتى التي جاء بها القرآن مؤكدا أمر توحيد الله سبحانه وتعالى، وأنه أعظم أمر أمر الله سبحانه وتعالى به، وأن هذه الوجوه الشتى يفهمها أقل الناس فهما من أبلد العامة ونحوهم. ثم بعد ذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم صار على أكثر الأمة ما صار. هذه الجملة فيها بيان أن الأمة مرت بمرحلتين، مرحلة سليمة وهي زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وزمن القرون المفضلة التي شهد النبي عليه الصلاة والسلام لها بالخيرية. فهذه القرون سلمت من الشرك حتى يأس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. ثم لما بعد العهد بهذه القرون المفضلة صار أكثر الأمة إلى ما صار إليه. يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى ما صار في الأمة ووقع فيها من فشو الجهل وانتشاره وقلة العلم وقلة أهله، مما كان سببا رئيسا في انتشار الشرك بالله عز وجل وسائر البدع والمحدثات. فقوله ثم صار على أكثر الأمة ما صار يريد به هذا، وهو أن الشرك فشى وانتشر. وليس هذا الحكم مختصا بما أطلقه الشيخ محمد على تلك المجتمعات، وإنما هناك علماء كثر بيّنوا هذا الحكم وأطلقوه، وليس ذلك منهم جناية على الأمة أو افتراء عليها، بل هو الواقع. ومن قرأ تاريخ الجبرتي لمصر وما ذكره رحمه الله تعالى من مشاهد الشرك والخرافة والبدع في ذلك الزمن علم أن حكم الشيخ هنا حكم صحيح، ناهيك عما كتبه أمثال العلامة والصنعاني والشوكاني وما كتبه ابن غنام رحمه الله تعالى في تاريخه. وحتى لا يقال إن هذا الحكم صادر من الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو ممن اتبعه، فإنني أحببت أن أسمعكم كلاما جميلا مصر في القرن المنصرم، وهو مصطفى لطفي المنفلوطي، فإنه ذكر عبارات ينبغي أن تتلى على الناس وأن يستمعه الناس في كتابه النظرات، بين فيها الواقع المر الذي يعيشه أكثر المسلمين فيما يتعلق بأكبر قضية وضحها الدين وشرحها، وهي توحيد الله سبحانه وتعالى. فالمنفلوطي يتكلم عن رسالة جاءت إليه من الهند من أحد أصدقائه، يشرح فيها سروره بصدور كتاب عن حياة الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى. والشيخ عبد القادر من العلماء
ممن تتلمذ على مذهب الإمام أحمد وممن هو على السنة النبوية، ولكن نسب إليه أهل الافتراء ما نسبوا من خرافات وتعلقوا به في تمرير بدعهم وخرافاتهم لكونه مقبولا عند عامة الناس. فهذا الهندي يشرح كتابا رآه عن زيارة الشيخ عبد القادر الجيلاني، زيارته ليس في حياته وإنما زيارته بعد مماته، أي الزيارة إلى قبره. فيذكر أن الفلوطي يقول: كتب إلي أحد علماء الهند كتابا يقول فيه إنه اطلع على مؤلف ظهر حديثا موضوعه تاريخ حياة السيد عبد القادر الجيلاني وذكر مناقبه وكراماته، ويقول الكاتب إنه رأى في ذلك الكتاب فصلا يشرح فيه المؤلف الكيفية التي يجب أن يتكيف بها الزائر لقدر السيد عبد القادر الجيلاني. يقول فيه: اسمعوا إلى هذا الهراء وإلى هذا الضلال المبين الذي ما وصل إليه أبو جهل وأبو لهب. يقول فيه: أول ما يجب على الزائر يتوضأ وضوءا سابغا، ثم يصلي ركعتين بخشوع واستحضار، ثم يتوجه إلى تلك الكعبة المشرفة، وبعد السلام على صاحب الضريح المعظم يقول: يا صاحب الثقلين أغثني وأمدني بقضاء حاجتي وتفريج كربتي، أغثني يا محيي الدين عبد القادر، أغثني يا ولي عبد القادر، أغثني يا سلطان عبد القادر، أغثني يا بادر شاه عبد القادر، أغثني يا خوجه عبد القادر، يا حضرة الغوث الصمداني، يا سيدي عبد القادر الجيلاني، عبدك ومريدك مظلوم عاجز محتاج إليك في جميع الأمور في الدين والدنيا والآخرة. هذا ما كتبه إلي ذلك الكاتب، ولم أشأ أن أعلق، لأن المنفلوطي رحمه الله تعالى علق بأجمل تعليق، ولن تجد غيرة أكثر من هذه الغيرة التي تحلى بها المنفلوطي في عباراته هذه. فيقول: ويعلم الله أني لما أتممت قراءة رسالته، ويعلم الله أني ما أتممت قراءة رسالته حتى دارت بي الأرض الفضاء وأظلمت الدنيا في عيني، فما أبصر مما حولي شيئا حزنا وأسفا على ما آلت إليه حالة الإسلام بين أقوام أنكروه بعدما عرفوه ووضعوه بعدما رفعوه وذهبوا به مذاهب لا يعرفها ولا شأن له بها. أي عين يجمل بها أن تستبقي في محاجرها قطرة واحدة من الدمع فلا تريقها أمام هذا المنظر المحزن، منظر أولئك المسلمين وهم ركع سجد على أعتاب قبر ربما كان بينهم من هو خير من ساكنه في حياته، فأحرى أن يكون كذلك بعد مماته. أي قلب يستطيع أن يستقر بين جنبي صاحبه ساعة فلا يطير جزعا حينما يرى المسلمين أصحاب دين التوحيد أكثر من المشركين إشراكا بالله، وأوسعهم دائرة في تعدد الآلهة وكثرة المعبودات؟ لما ينقم المسلمون التثليث من المسيحيين؟ لما يحملون في صدورهم تلك المنجدة وذلك الضغن؟ وعلى ما يحاربونهم وفيما يقاتلونهم وهم لم يكن
تبلغ من الشرك بالله مبلغهم، ولم يغرقوا فيه إغراقهم. يدين المسيحيون بآلهة ثلاثة، ولكنهم يشعرون بغرابة هذا التعدد وبعده عن العقل وبعده عن العقل، فيتأولون فيه ويقولون إن الثلاثة في حكم الواحد. أما المسلمون فيدينون بآلاف من الآلهة، أكثرها جذوع أشجار وجذوع أموات وقطع أحجار من حيث لا يشعرون. ثم يبين رحمه الله تعالى أن الإسلام جاء بعقيدة التوحيد ليرفع نفوس المسلمين، فارتفعت لدى أصحاب القرون الأولى من الإسلام، لكنهم بتركها انخفضت رؤوسهم وعادوا أذلاء، إلى أن يقول إن الله أغر على نفسه من أن يسعد أقواما يزدرونه ويحتقرونه ويتخذونه وراءهم ظهريا، فإذا نزلت بهم حاجة أو ألمت بهم ملمة ذكروا الحجر قبل أن يذكروه، ونادوا الجذع قبل أن ينادوه. هذا الكلام لعله أن يشرح واقعا ملموسا يعبر عنه كل من لديه غيرة إسلامية وحمية دينية على ما فطر الله عز وجل العباد عليه من توحيده، وعلى ما ألزمهم به من إفراده بالعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولو شئنا أن نذكر كلام أمثال المنفلوطي وغيره في شرح بيان حال الأمة لطال المقام، لكن حسبي أن أنبه على أن الحكم على ما انتشر في الأمة من شرك ليس مقتصرا على ابن عبد الوهاب ولا على تلامذة ابن عبد الوهاب، وإنما يجتمع أهل الغيرة وأهل الحق كلهم على هذا الحكم